لدى استقبال سموه لعدد من المسؤولين ورجال الصحافة والإعلام والاقتصاد، قال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، قال: إننا متفائلون بما هو آت وسعداء بما هو ماض، ونتمنى أن يعم الخير بلدنا خصوصا والمنطقة عموما، وأن يكون التوفيق حليفا لقادة المنطقة في الاجتماع على الكلمة الواحدة والموقف المشترك لما فيه ازدهار المنطقة ورفاه شعوبها. وأضاف سموه: إننا أحوج ما نكون في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات إلى الوقوف بجانب بعضنا البعض، وأن لا نسمح لأي من كان أن يشغلنا عن تحقيق ما نرجوه للوطن من تقدم وازدهار. وأردف سموه أن مواطنينا رجالا ونساء قدموا كثيرا، ونفخر بعطائهم ونشكر إسهاماتهم ونحيي دورهم في المسيرة الوطنية. وكان سموه قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم عددا من المسؤولين ورجال الصحافة والإعلام والاقتصاد والنخب الفكرية والثقافية والمواطنين، وتطرق سموه معهم إلى الحديث عن العديد من القضايا المحلية والإقليمية والدولية. خلال اللقاء حث سموه على ضرورة التركيز على التنمية الاقتصادية وعدم الانشغال عنها بأمور لا تخدم مسارنا التنموي، مؤكدا سموه حرص الحكومة على إسناد القطاع الخاص وجعله أحد الأدوات التي تدفع عجلة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة. قال سموه: إننا حريصون على الاهتمام بكل ما من شأنه أن يرتقي بالقطاع الاقتصادي، حرصا على تهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية التي تكفل للاقتصاد الوطني كل نماء وازدهار، وأننا واثقون في قدرة غرفة تجارة وصناعة البحرين على النهوض بمسؤولياتها في رفض جهود التنمية. متوجها سموه بالشكر إلى التجار ورجال الأعمال على دورهم الوطني، متمنيا سموه لهم التوفيق والنجاح في جهودهم ومشروعاتهم التي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني. وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدور غرفة تجارة وصناعة البحرين التي تعد من أعرق الغرف في المنطقة، وكانت ولا تزال لها إسهاماتها في قيادة الحركة التجارية والصناعية والتعبير عن تطلعات جميع المنتسبين إليها. وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بما تحظى به مملكة البحرين من نخبة متميزة من المبدعين في الفكر والعلم والثقافة، استطاعوا أن يرتقوا بوعي المجتمع وتنويره، مشيدا سموه بدور رجال الصحافة والإعلام في التعبير عن نبض المجتمع وبناء رأي عام مستنير. خلال اللقاء أعرب سموه عن تمنياته بأن يكون العام الجديد عام خير وسلام على مملكة البحرين وشعبها، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، فيما أعرب الحضور عن خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يبذله سموه من جهود من أجل رفعة الوطن وازدهاره، وما يوليه سموه من حرص على أن يكون قريبا من المواطنين يستمع منهم بشكل مباشر لكل ما يجيش في صدورهم من آمال وتطلعات، مؤكدين أن سموه صاحب نهج متميز في القيادة والعمل الحكومي، ومجددين الولاء والعهد لسموه على مواصلة الجهود في كل ما من شأنه أن يرتقي بمملكة البحرين ومكانتها إقليميا ودوليا.
شوف كل قايل بهذا الكون له ديره ويحكم، ما يجاريكم يا بن سلمان بالإنجاز قايد. من مسكت زمامها والدار في يمناك تنعم، هي عروس وانت بمجادك ملبسها قلايد. فكرك المبدع وحبك للوطن هذا تترجم في فعول حققت لأهل الوطن خير الفوايد. نهضتك في الشعب كيف يعيش وشلون يتعلم، عندك العمران في الإنسان من قبل الحدايد. بارك الله. نهضتك في الشعب كيف يعيش وشلون يتعلم، عندك العمران في الإنسان من قبل الحدايد. أنت للبحرين عز وأنت للمعتاز بلسم، وأنت في التاريخ سيرة ذكرها بالطيب زايد. وأنت للبحرين غير وخل كل هالكون يفهم، أنت والد وأنت عم وأنت رمز وأنت رايد. أنت صمام الأمان لهالوطن، والله يعلم كم حفظت الدار وأهل الدار يوم الوضع كايد. بارك الله فيك. أنت صمام الأمان لهالوطن، والله يعلم كم حفظت الدار وأهل الدار يوم الوضع كايد. ابتسم يا أبو علي، خلي الوطن معك يتبسم. بارك الله فيك. ابتسم يا أبو علي، بارك الله فيك. خلي الوطن معك يتبسم، حبك بشعبك فريد وما مثل حبك فرايد. إن بدينا بالمحرق قلبها فيكم متيم، للمنامة والرفاع قلوب فيها الحب وايد. لو تلف الأرض باسمك رددت أنعم وأكرم، واهتفت في صوت واحد بيت يغني عن قصايد. شوف كل قايد بهذا الكون له ديره ويحكم، ما يجاريكم يا بن سلمان بالإنجاز قايد. شوف كل قايد بهذا الكون له ديره ويحكم، ما يجاريكم يا بن سلمان بالإنجاز قايد. بارك الله.